باي تكنولوجي، وإن النهاردة هنتكلم بإذن الله عن الستيم سيلز. أول حاجة هتكلم عنها بإذن الله هي Formation of Embryonic Stem Cell، وأعرف إزاي بيتكون الأورجان وهل أقدر أعمل في المعمل أورجان كامل أو لا، وإزاي بيحصل In vivo and In vitro Formation of Embryonic Stem Cell، وإيه هي الميتوكوندريال ريبليسمنت سيرفز، وإيه هي الـ IPF كلينكس. إزاي بيتكون الأورجان؟ أساس أي body في الأول أو الـ basic بتاعه هي single cell، بيحصل لها differentiation لـ different parts و organs اللي بيكونوها في الآخر الـ body ده. إزاي بقى بيحصل one cell الـ differentiation لـ one cell لـ organ؟ الـ one cell الأول cell دي بيحصل لها الأول increase في number أو multiplication، وبعدين بيحصل just separation أو excessive cell movement، وأثناء just separation بيتكون الـ three germ layers. الـ three germ layers اللي هي الـ ectoderm والـ mesoderm والـ endoderm، وكل لاير من الثري جيرم لايرز دي بتتميز او بيحصل لها ديفرنشيشن عن سبيسيفيك تايبس اوف سيلز. وبعدين بيتكون الاورجان او اللي هو بيحصل ديفلوبمنت الاورجان، فعمليه بنسميها الاورجانوجينز. ايه هي مشكلتي بقى؟ مشكلتي ان العمليه ده اصلا اللي هو تو فاست جدا، واللي هو بتحصل في فتره زمنيه قصيره جدا، وده بيخليه او بيعمل لي صعوبه ان انا اعمل كنترول، اعمل لها كنترول في المعمل. فهل فعلا هقدر اعمل اورجان كامل في المعمل؟ اكيد لا، لان كمان انا معرفش ازاي بيحصل انتر اكشن او الانتر اكشن ما بين السيلز دي بشكل محدد عشان يكون لي الاورجان بالشكل ده. فاللي هو ميكينج ا نيورال از ميكينج ا برين، يعني انا الاسم بتاعي ان انا اقدر اعمل نيورال سيل، فمجرد ان انا عملت نيورال سيل فمش معناه ان انا هقدر اعمل برين كامل. ان فيترو فلترايزيشن كلينكس، ازاي بيحصل ان فيترو فيرتلايزيشن عموما؟ ان السبيرم بيحصل فيرتلايزيشن ما بين سبيرم وايج، وكل واحد فيهم بيحتوي على نص الجينيتك ماتيريال، فبيكون لهم الزايجوت اللي بيحتوي على الجينيتك ماتيريال كامل. وبعدين بيحصل ديفلوبمنت البلاستوسيست. البلاستوسيست دي بتتكون من تو بارتس، انر بارت اند اوتر بارت. الانر بارت هو اللي يهمني لانه بنسميه الانر سيل ماس، لانه بيحصل له ديفلوبمنت للامبريونيك ستيم سيل اللي بيحصل لها ديفرنشيشن في الاخر الديفرنت سيلز اللي بتكون الاورجانز ثم البودي وهكذا. ايه بقى الاوتر؟ اما الاوتر بارت من البلاستوسيست ده بنسميه تروفوبلاست. التروفوبلاست هو عباره عن سكار مكان او بتثبت وجود البلاسينتا او الامبريكال كورد بتاع البلاسينتا، يعني اللي هو البلاسينتا بتختفي او اللي هو بنشيلها بعد الافتر بيرث على طول، فاللي هو دي بتسيب مكانها سكار بنسميها التروفوبلاست. في معلومه بقى بتقول ان بعض الانواع اصلا وجدوا ان الماده الوراثيه لخلاياها هي اللي هو نص الجينيتك ماتيريال عموما، ودي بتتكون او بتسميها الاول هي الهابلويد انيمال، ودي بتتكون من نص الجينيتك ماتيريال والناتجه عن الانفرتلايزد ايج، يعني السبرم مش اللي هو جزء خالص من الفرتلايزيشن، ودي زي العسل اللي بيتكون من الانفرتلايزد ايج وزي الشاركس. الميتوكوندريال ريبليسمنت سيرابل، يعني ايه ميتوكوندريال ريبليسمنت سيرابل؟ احيانا لما بيحصل فيرتلايزيشن ما بين سبيرم، السبيرم بيحتوي على نص الجينيتك ماتيريال وايج بتحتوي على نص الجينيتك ماتيريال برضه، بس بيبقى فيه خلل في الميتوكوندريال دي ان ايه، فبعدين بيتكون كومبليت جينيتك ماتيريال او زيج بيحتوي على كومبليت جينيتك ماتيريال. بس المشكله ان احنا ان انا لو كملت البلاستوسيست اللي هو اللي بيتخلل في الميتوكوندريال دي ان ايه ده، فاكيد هيحصل ميوتيشن في الكائن الناتج وهكذا، او هتحصل او يبقى ديزيز عموما. فانا هجيب ايج او ميتوكوندريال دي ان ايه، ايج فيها اللي هو دي ان ايه سليم او ميتوكوندريال دي ان ايه سليم، وبعدين احذف منها الماده الجينيتك ماتيريال بالجينيتك ماتيريال او نص الجينيتك ماتيريال اللي بتحتوي عليها، وبعدين اخد الام تي ايج واحط فيها الكومبليت جينيتك ماتيريال من الزيجوت اللي اتكون الاول، وبعدين اللي هو هتصير بيحصل ديفلوبمنت فهتتكون الهيلث بلاستوسيست في الاخر، وكده اكون حليت المشكله. ايه هي الاي بي اف كلينكس؟ اي بي اف اصلا هو اختصار لان فيترو فيلترايزيشن، يعني بيحصل فيلترايزيشن في المعمل، وده بتستخدم اصلا الكلينكس دي او العيادات عموما علشان بتاخد اللي هو تعالج الانفيرتيلتي او مشاكل قله الخصوبه او عدم الخصوبه. فبعد اللي هو ما بكون خلاص البلاستوسيست في المعمل، لا اما بتتنقل ليه او بنديها للام او الفيميل عموما عشان البريجنانسي خلاص اللي هو تكون ديفلوبمنت ان فيفو بقى،
او اللي هو بيحصل ان انا بعمل لها فريزنج اللي هو لوقت تاني، وده اللي بيحدده الاب والام، اللي هو يعني اب وام، ده بيرجع لقرار الاب والام. بعدين بيحصل اثناء اصلا التجارب، انا بستخدم هاي كواليتي بلس وسيست علشان اتاكد ان اللي هو الجنين او الكائن الناتج في الاخر ده هيكون اللي هو هيكون هيلثي تمام. بات كواليتي، اما اللي هو اثناء التجارب بقى البات كواليتي والسكرين دي اللي البلاستوسيست اللي بيتكونه ده ممكن استخدمه علشان انا اعرف ماهيه الديزيز، يعني انا بخليهم يكونوا لي امبريو ستيم سيل. وبعدين بيحصل اللي هو انا خلاص اللي هو اندرستاند الديزيز بقى، فالديزيز محدد ايه الخلل اللي حصل وممكن اقدر اعالجه ازاي. الستيم سيل ديفرنشيشن، المفروض هعرف الباينري تشويس كونسبت، ايه هو الباينري تشويس اصلا، والستيم سيل كاركترز ايه هي صفات او خصائص الستيم سيل، وايه هي انواع الستيم سيلز عموما، والسيجنالز اوف ديفرنشيشن او اشارات التميز ازاي، وكمان بيحصل ديفرنشيشن ازاي. باينري تشويس كونسبت هو مش كونسبت اساسي او مش كونسبت اللي هو يعني بيحصل دايما، هو بيقول ان علشان انا افهم او اعرف اعمل ديفرنشيشن للستيم سيل عموما، فاعتقد هو اول اللي هو ظن مثلا او حط كونسبت بيسموه باينري كونسبت او باينري تشويس كونسبت، وده اللي هو ده مثل الستيم سيل تشويس من اثنين، يا اما مثلا وليكن تكون برين سيل او هارت سيل. فبعدين الستيم سيل مثلا هتختار تمشي في طريق انها تكون برين سيل، فخلاص هي اختارت الطريق ده فهتكون برين سيل، و او مش اختارت كمان اللي هو حصل لها ديفرنشيشن او سيجنس خلاص اتحددت ان هي هتمشي هتبقى برين سيل، فهتبقى الموضوع ريفرسبل ويستحيل تكون هارت سيل تاني. الستيم سيل كاركترز او خصائص الستيم سيل، الستيم سيل هي يونيفرسال، يعني انا مش اول ما اشوف سيل فخلاص اللي هو هقول ان دي ستيم سيل، لازم يكون فيها خاصيتين مهمين جدا. اول حاجه انها ملتي سيل في مالتيبليكيشن او اللي هو بتكون نسخ من نفسها كتير. تاني حاجة بيحصل لها ممكن او لازم تكون قادرة على ان يحصل لها differentiation او تتميز حتى ولو من نوع واحد من الخلايا. ايه هي انواع الستيم سيل؟ هنا embryonic stem cell ودي اللي اتكونت من in vitro fertilization اما او in vivo طبعا، واللي هو adult stem cell ودي خلايا البادي عموما ودي اللي خلاص حصل لها differentiation لسيل محددة سواء liver cell, kidney cell, pituitary gland cell، فاللي هو ودي بتكون مسؤوله عن الريجولار تيرن اوفر اند ريجينيشن اوف تيشوز، يعني خلاص دي بتجدد اللي هو رينيو خلاص للسيلز اللي ماتت، يعني مثلا السكيل سيل دي السكيل سيلز بتعمل لها ريجينيشن تاني. سيجنالز اوف ديفرنشيشن، ازاي بيحصل الديفرنشيشن بقى؟ ده اللي هو عملوا تجربه ان جابوا 2 امبريوز للكائن اللي هو حذفوا جزء او حطوا جزء من الامبريو اللي هو في الامبريو التاني، وبعدين سابوا الامبريو ده اللي فيه اللي هو جزء من الامبريو الاول يحصل له ديفلوبمنت، فوجد ان الكائن الناتج عنده تو هيدز. فايه اللي حصل؟ ممكن اقول ان مثلا الجزء اللي اتنقل ده اللي هو خلاص مسؤول عن تكوين الهيد. فبعدين لقوا ان لا ده في جزء في الامبريو وهو اللي اتنقل اصلا، هو اللي بيعمل سيجنالز للخلايا كلها وبيجبرها على انها تمشي في طريق اللي هو الديفرنشيشن او بيحصل ان يحصل لها ديفرنشيشن لسيل محدد. فاللي هو this is the part of the embryo that is capable of telling other cells what to do، دي هو المصدر هو اللي بيأمرهم هم او يحصل لهم differentiation لأي نوع من الخلايا، ودول بنسميهم organizers او المنظمين، وهو وظيفتهم send signals to other cells to become something. ايه هي بقى الابليكيشنز او اللي هو some applications of stem cells technique؟ ازاي بتطبق الستيم سيلز في اللي هو كعملي او اللي هو يعني علشان انتج خلايا وكده. فنشرح النيورال تيوب واللي هو دور الستيم سيلز في ان انا افهم ديزيز واعرف العلاج بتاعه، وحاجه اسمها القيميه النيورال تيوب. ومعتقد ان البرين عباره عن تيوب، والتيوب دي اللي هو فيها ليها دايمنشنز او اورينتيشنز، واللي هو كل مثلا انتيريور بوستيريور دورسال فنترال، والسيل وموقع السيل هو في التيوب دي او الاورينتيشنز بتاع السيل في التيوب دي هو اللي بيحدد هو السيل دي ممكن يحصل لها ديفرنشيشن لايه بالظبط. يعني مثلا انا لو خدت اللي هو سيل مثلا من الاورينتيشن اللي في الاخر اللي هو مثلا اللي هو في الموقع بتاع السباينال كورد، فالاورينتيشنز بتاع السيل دي بتخبرها اللي هو او بتقول ان السيل دي حقها هيحصل لها ديفرنشيشن للسباينال كورد، بس ان السيلز دي بتتلقى سيجنالز من السراوندينج تيشوز، والسيجنالز دي هي اللي بتحدد الاورينتيشن بتاع السيل دي وبتقول لها هي اللي هو هيحصل لك ديفرنشيشن لنوع كذا.
السيجنالز دي هي سولوبل مولكيولز. فانا لو خدت السيجنالز دي وحطيتها في الليكويد اللي انا بعمل له جروينج للسيل، انا خدت سيل وعايزه اعمل لها ديفرنشيشن فحطيتها في ليكويد، والليكويد ده هحط السيجنالز دي فيه، فخلاص اللي هو السيجنالز دي هتخلي لي السيل دي هيحصل لها ديفرنشيشن لسيل محدد، وبكده انا عملت ديفرنشيشن. ايه بقى دور السيلز في اللي هو فهم الديزيز وان انا اوجد علاج ليه؟ يقول ان السيم سيل تكنولوجي مش ان انا خلاص اللي هو يحصل له ديفرنشيشن لسيل محدده او اكون اورجان عشان ترانسبلانتيشن وكده، لا كمان ممكن استخدمها في اللي هو ان انا افهم ديزيز وان انا العلاج بتاعه ازاي. ان انا اللي هو اقارن مثلا اخد ديزيز دي سيل مثلا واقارنها في المعمل او اخلي يحصل لها ديفلوبمنت عموما الامبريونيك ستيم سيل، وبعدين اقارنها بهيلثي سيل بهيلثي سيل عشان اعرف ايه اللي حصل او ايه الخلل اللي حصل في ديزيز سيل دي، وبعدين اقدر اعالج. فكده اللي هو انا هوصل للميكانيزم بتاع الديزيز وهقدر اعالجه زي الباركنسونيان او باركنسونيان بيشنس. وده اللي هو المرضى اللي عندهم شلل رعاش عموما بيحصل لهم كونتينوس للنيورال سيل لوس، يعني بيحصل لهم لوس دايما او دائم اللي هو الخلايا العصبيه. وطبعا الخلايا العصبيه عموما ايه بيبقى ما بيحصلهاش ريجينريشن. فانا اعمل ايه اللي هو هاخد ديزيز دي سيل بياخد او اللي هم بيعملوا دلوقتي كده اللي هو ابحاث على الموضوع ده، وبياخدوا ديزيز دي سيل وبقارنها باللي هو هيلثي سيلز وبيحاول يعرف الميكانيزم بتاع الديزيز عشان يعرف يعالجه. هي الكايميرا هي اللي هو حيوان اللي هو خرافي موجود في الاساطير، بس عندنا هنا في البايوتكنولوجي عموما او اللي هو بستخدمه في الستيم سيل اللي هو سنجل اورجانيزم كومبوز اوف سيلز وذ سنجل جينوتايب، يعني هو خليط من جينوتايبز لكائنات مختلفه. ازاي بقى بيبقى ممكن اعمله في المعمل؟ ان انا ممكن اجيب ماوس اصلا بلاسو سيستا وبعدين اجيب اللي هو ستيم سيلز من ماوس تاني، بس الماوس ده فيه مثلا خاصيه مختلفه بسيطه وليكن مثلا لونه ازرق مثلا، وبعدين اللي هو اعمل امبيدنج او احطها في البلاستوسيست دي. فاللي هو هل ان الماوس الناتج عموما هياخد اللي هو هيبقى خلاص ليه نفس او معظم الجينوتايبز بتاع الماوس الاصلي مع اللي هو مع اللون مثلا، او ياخد اللون من الماوس الجديد او الماوس اللي انا خدت منه الستيم سيل. ممكن اخد بقى ريات مثلا ريات ستيم سيلز اللي هو اعمل لها امبيدنج في ماوس بلاستوسيست، وبعدين هيحصل ديفلوبمنت. فهل ان الماوس الناتج هيبقى اللي هو فيه معظم الجينوتايبز بتاع الماوس الاول بس، كمان هتبقى فيه نسبه جينوتايبز او جينوتايب من او جينز من الريات. السؤال بقى هنا كان وي هاف ستيم سيلز ذات از جينوتايب اوف ذا بيشنت، يعني انا اذا اقدر اعمل ستيم سيل فيها الجينيتك ماتيريال كامله بتاع البيشنت ده، هو ممكن يحصل وما اعرف ازاي، بس اللي هو الموضوع اصلا الليجال، يعني خلاص ده الموضوع اللي ممكن اصلا يوديك السجن على طول، يعني اللي هو هنعرف ليه دلوقتي. لو خدت مثلا سكين سيل والسكين سيل هتحتوي على الكومبليت جينيتك ماتيريال، وبعدين خدت ايج اللي هو فيها نص الجينيتك ماتيريال، ولو وبعدين خدت الام بي تي اج او حذفت منها نص الجينيتك ماتيريال اللي هو خدت الام وخدت الام بي تي اج وحطيت فيها الكومبليت جينيتك ماتيريال بتاع السكن سيل، هيكون لي في الاخر اج بس فيها الكومبليت جينيتك ماتيريال. وبعدين لو سبتها عمل يحصل لها ديفلوبمنت البلاستوسيست وهكذا لحد الانر سيل ماس، هيحصل لها ديفلوبمنت لا او اللي هو الامبريونيك سيل الستيم سيل، وبعدين هيحصل لها اللي هو ديفرنشيشن لسيلز لحد ما تتكون لي بودي في الاخر. بس ده الموضوع ده بقى اللي قال ليه، لان هنا كلونينج لا هيحصل استنساخ لنفس الشخص السيل دي، خلاص ده السيلز دي ممكن يحصل لها ديفلوبمنت في شخص كامل هو بنفس الهيئه. ليه؟ لان انا خدت الكومبليت جينيتك ماتيريال منه، مش اللي هو نص جينيتك ماتيريال من سبين ونص من ايج، لا ده الكومبليت جينيتك ماتيريال من شخص واحد، فاللي هو كده الناتج هيكون كولونيك وكده اللي هو ده. وده طبعا قلنا الليجال او موضوع ممكن بيودي السجن دلوقتي وكده اللي هو كده نكون خلصنا، واتمنى تكونوا استفدتوا وشكرا.